للحديث أكثر عن الواقع الصحي في العراق وتأثير الحالة الاقتصادية عليه ينضم إلينا الأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي عبر الهاتف من فيينا. أستاذ زياد بداية مرحبا بك، يعني أزمة صحية تعصف بالعالم بعد جائحة كورونا، حاولت دول العالم مجابهة الجائحة بتدابير يعني خففت من الكارثة إلى حد ما، ولكن إلى أي مدى أثرت الأزمة المالية على الواقع الصحي المتهالك أساسا في العراق؟ نعم، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. حياكم الله. في كل مكان لا شك بأن الملف الصحي في العراق من الملفات المعقدة منذ احتلال العراق بعد 2003 ولحد الآن، وغالبا ما تكثر هذه التعقيدات في كل عام، حيث تستولي الأحزاب والميليشيات والأجنحة المسلحة لتلك الأحزاب على مقدرات وميزانيات كل دوائر الدولة ومن ضمنها الصحة، حيث نجد بأن هناك تخصيص أموال كبير وعالي جدا من ميزانية الدولة العراقية، لكن للأسف الشديد على الواقع لا تجد حتى حبة الدواء. كل شيء مستباح في صحة العراق وصحة المواطن العراقي، ونشاهد المواطن للأسف الشديد يتجه حول المستشفيات الأهلية، حول بعض المنظمات التي تساعده، بينما الميزانيات الانفجارية التي تذهب للصحة تذهب إلى عقود تجهيز وفساد مستشري وتقاسم ما بين الأحزاب والفتان الكبيرة في العراق من البصرة إلى مدينة الموصل وكل المحافظات الأخرى، وهذا ما ترجم في أكثر من محافظة، ولعل مدينة الموصل واحدة من المدن الكبرى في العراق التي تعاني من عدم وجود مستشفيات التي دمرت 10 مستشفيات بالكامل، وما زال لدينا مستشفيات كربرانية، وما زالت الرواتب لحد الآن تتأخر المنتسبين في عموم العراق وفي محافظة نينوى. وأيضا نجد بأن المدير العام عندما يعلن عن استلام الرواتب أو تجهيز الرواتب من بغداد وكأنه إنجاز كبير، وهذا أمر معيب، وهذا ما ينعكس على المواطن أو المريض في العراق الذي لا يجد لا دواء ولا يجد المستشفيات التي تتلائم مع وضعه الصحي. طيب أستاذ زياد، الأزمة المالية وليدت انخفاض أسعار النفط في العالم خلال العام الماضي كما هو معروف، لماذا إذن لم تصمد البنية التحتية الصحية في العراق في أزمة كورونا في ظل مراتب متقدمة؟ هناك أرقام يعني كبيرة جدا في السرطانات، الإصابة بالسرطانات والأمراض المستعصية. بدون أدنى شك، يعني لدينا نسب عالية جدا من إصابات بالأمراض الخطيرة ومنها السرطان، مثل مدينة الفلوجة، مثل مدينة الموصل، نتيجة الحروب والتداعيات. إضافة إلى ذلك تفاقمت الأزمة بشكل كبير مع انتشار جائحة كورونا وعدم اتخاذ التدابير الوقائية من قبل الحكومة ومن قبل السلطات المختصة في مكافحة هذا الوباء الذي فتك في داخل العراق، وأصبح العراقيون يتعايشون معه للأسف الشديد وكأنه أمر محتم، باعتبار أن الحكومة لم تستطع أن توفر لهم لا اللقاح ولا تتعاقد لحد الآن مع الجهات التي وجدت هذا اللقاح، وهنا الحديث عن 40 مليون إنسان عراقي، لدينا آلاف الإصابات ولدينا معدل عالي جدا في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط، حيث يعتبر العراق من أكثر الدول نسبة للسكان، هناك نسبة وفيات كبيرة جدا، وهذه الوفيات غالبا ما تقع على الشيوخ كبار السن، حتى قسم من الشباب أيضا، نتيجة عدم وجود الرعاية الصحية التي تتلاعب مع هذه الجائحة ومع هذا الفيروس الذي فتك في كل العالم، ولكن العراق من أكثر الدول التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة هذا الفيروس وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وقاية أو مكافحة هذا الفيروس. نعم أستاذ زياد، العراق في المرتبة الأولى عربيا في عدد وفيات كورونا حسب التقارير، يعني هذه السياسات والمخصصات الحكومية ربما لم تتمكن من إيقاف نزيف الأرواح الذي لم يتوقف يعني منذ عام بسبب الفيروس. على ذكر الفساد الذي يتغلغل في القطاع الصحي في العراق مثل ما تفضلتم، الميليشيات تسعى إلى تحويل
العراق يعني لسوق لتجارة المخدرات والأعضاء البشرية في ظل كل هذه الظروف التي يمر بها البلد من يعني جائحة كورونا وتداعياتها؟ كيف يعني تصف أو ترى تعامل الحكومة في بغداد مع هذه الجرائم التي أصبح فيها العراقيون سلعة يعني لتجار المخدرات والأعضاء البشرية؟ للأسف ليس هناك تقصير، وإنما هناك تواضع واضح. عندما تنتشر المخدرات في العراق وعندما ينتشر تجارة الأعضاء البشرية في العراق، نحن كل هذه الأشياء الحقيقة قبل 2003 لم نكن نعرفها، ولم يكن العراق من الدول التي ينتشر فيها المخدرات، ولم نسمع بذلك الأمر حقيقة. وإنما كان النظام سابقا حريص على ويعاقب بشدة كل شخص يتاجر بالمخدرات أو بالأعضاء البشرية، عكس ما يحدث الآن حيث هناك تواضع كبير، ومن يقود عملية تجارة الأعضاء البشرية أو تجارة المخدرات في داخل العراق هم الأحزاب المتنفذة التي للأسف الشديد تدير كازينوهات للقمار، وتدير ملاهي ليلية، وتدير أيضا تجارة المخدرات وكل الأشياء الغير مسموح بها، ولكن تحت وضعة السلاح، تحت تسيب الحكومة وعدم اتخاذ القرارات التي تتلاعب مع هذه المشكلة، نجد بأن الأحزاب تستشري في المجتمع العراقي وتقوم بتلك الأعمال بأريحية كبيرة، حيث لم نجد هناك مكافحة حقيقية إلا لبعض الأشخاص ومسائل بسيطة الحقيقة، لكن الأحزاب الرئيسية لا أحد يستطيع التقرب منها، لأن لديها أجنحة عسكرية وسلاح ممكن أن تقاتل به حتى الحكومة إن اقتضى الأمر، وهذا ما حدث في عدد من المرات عندما أطلق صواريخ الفتيوشة في بغداد، وشهدنا العجز الحكومي كان واضحا، وحتى من قبل قوة مكافحة الإرهاب التي تتغنى بها الحكومة. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.